ماذا يصلنا في القيمة الأسبوعية عند اشتراكنا في خدمة معين التربوية الإلكترونية؟ اسم القيمة. تصنيف القيمة حيث قد يكون إيماني، اجتماعي، جنسي، سلوكي، مالي أو مهارات الحياة. أهمية القيمة كي يدرك المربي لما عليه غرس هذه القيمة في طفله. التمارين العملية، وفيه أفكار لتمرينات ونشاطات مميزة يقوم بها المربي مع طفله، مما يوضح للطفل مفهوم القيمة فيحبها ويقتنع بها. إرشادات المربي، وفيه ملاحظات هامة حول كيفية تطبيق القيمة. التربية بالقدوة، وهي أفكار للمربي يقوم بها أمام الطفل فيكتسب منه القيمة التربوية بشكل غير مباشر. إسلاميات، وفيه بعض القصص والمواقف المرتبطة بالقيمة والتي وردت في السيرة النبوية. المزيد، وفيه بعض المقالات والفيديوهات الداعمة للقيمة. قسم الاستشارات، حيث قد يحتاج المربي أن يرسل إلى فريقنا الاستشاري المتخصص حالة طفله التي يرغب في حلول لمشكلاتها، وهذا متوفر في كل الباقات باستثناء الباقة البرونزية.